السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنكمل معكم الراندة اللي غنديرو في نصف ثوق من بعد ما خدمت معكم هاد الملاقي هادي اللي خدمناها غير بجوج ضربات. خدمناها بالألوان تجي لهاد الشكل، درناها تحت الفي. من بعد ملي كملنا الملاقية تنيت التوب. هاد الطريقة كيفاش نتنيو التوب راني نديرها معكم أخواتي شحال من مرة. دابا إن شاء الله غنخدمو الراندة ديال الحصيرة وفيها العقيدات او الراندة ديال الحبة بالالوان. هاد الطريقة اخواتي راها سهلة وما كتبقاوش تحسبوا بزاف وكتجيكم الخدمة زوينة والشكل ديالها زوين. بالنسبة الى كنا بغينا نديرو الحبة في اللون راه كنخدموها مع الحصيرة، اما الى بغا نديروها في الالوان فراه كنديرو هاد الطريقة اللي غنوريكم دابا. بالنسبة للحرير احنا خدمنا بالحرير على ثلاثة الشعرات. البرا كتبقى اختيارية، اما خدموا بالبرا النمرة 5 او النمرة 6. نبداو بسم الله. بالنسبة لهنا هبطنا هاد الملاقية بجوج ضربات، غنشد هنا في القنيت هذا، نثبت هاد الخيط من هنا من هاد العوينة، ونهز هاد جوج ضربات. بالنسبة لهاد الخيط راني غير شاده بيه حتى نحيدو من بعد. ها وحدة، ها جوج، ونجي لهاد الجهة عاوتاني ونشد. دابا غندير الزياده. في الاول كنهزو القياس اللي حنا منزلين هنا تحت الفي. الا كنا منزلين غير ضربه وحده كنهزو هنا وحده، كنا منزلين جوج بحال هنا كنهزو جوج. نرجع في هاد العوينات نشد هنا في التوب وندير الزياده، واحد جوج ثلاثه أربعة. نشد هنا في التوب وندير الزيادة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نشد هنا في التوب وندير الزيادة. بالنسبة لهنا أخواتي ماشي حتى غنخدم الحصيرة عاد نجي من الفوق ونبدا ندير في دوك العقيدات، ما كينجيوش باينين. المهم كل وحده والطريقه اللي كدير. انا غنتشارك معكم الطريقه ديالي اللي كندير. غنخدم دابا هنا بغي نحط واحد العقيده في لون اخر. اش غندير؟ غنخدم هنا ملي ولاو عندي هنا 6 العوينات غنخلي جوج في هاد الجهه، وهاد الجوجات غنفتح فيهم عوينه، غنرجع مع هاد السطر ونديرو بحال الدريجه ديال الياجوره. نشد هنا في التوب وندير الزياده. هاد السطر هذا اللي غيمشي في هاد العوينه راه هو اللي غنديرو فيه هذيك العقيده. نشد هنا نخلي هاد جوج عوينات ونجي لهاد جوج ضربات اللي في هاد الجهه، نكمل هاد جوج ضربات. نشد هنا في التوب ندير الزياده ونرجع ندير العلوم من هاد الجهه بحال هنا، ونعاود نرجع فهاد السطر. كنرجعو هاد الرجعه هنا باش نديرو العلوم بحال هنا. نشد هنا في التوب وندير الزياده، نرجع مع هاد العوينات. هاد الخيط هذا خلينا فيه جوج عوينات، غنعمروه بثلاثه. ها واحد جوج ها ثلاثة، صافي. ونكمل هاد السطر. نشد هنا في التوب ندير هنا الزيادة ونرجع مع هاد السطر. نشد هنا في التوب ونديرو الزياده ونرجع مع هاد السطر. بالنسبه لهاد التوق اخواتي انا غنديرو غير صغير، وانتم الا بغيتو تعرضوه راه يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو بهاد الطريقه نفسها. صافي نرجع مع هاد السطر.
نشد هنا في التوب، ندير هنا الزياده، غنحسب هاد العوينات اللي ولاو عندنا هنا، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. صافي هذا هو القياس اللي غنخلي أنايا هنايا، ما غاديش نزيد عاوتاني نبعد ما بين كل حبة وحبة، غنخلي هاد العوينة هنا وهاد جوج عوينات غندير فيهم حبة أخرى. غنرجع لهنا في هاد العوينة، ولكن هنا أخواتي صافي غنحبس أنا هنا هاد التوق، يعني غنقطع ما غنبقاش هنايا نزيد، لأن هنا غنوقف الخدمة، غادي نقطع التوب ونرجع ليكم. أنا قطعت التوب ونشبته، هذا هو القياس اللي بغيت أنا هنا ديال الراندة في هاد نصف التوق، غير 12 عين، ولكن إلا بغيتو تزيدو زيدو بنفس الطريقة أو تخدمو حتى تخدمو القياس اللي نتوما بغيتو، عاد من بعد قطعو. صافي نكمل معاكم. بالنسبة لهنا في الجنب ديال هاد الحبة اللي غندير هنا، بغي نخلي أنا غير ضربة وحدة غير هادي، بحال في حالة إلا بغيتو تخليو كتر زيدو خدمو عاد ديك الساعة قطعو. غنخدم هاد العوينة اللي كاين هنا ونشد هنا في التوب، نرجع في هاد العوينة، هذا هو العلو اخواتي اللي خليت هنا، يعني هذه هي العوينة اللي غنشدو فيها هاد الحبة، يعني السطر اللي تنمشيو باش نديرو فيه هاد الحبة ما كنخدموش فيه، باش كنخليه عاد غنديرو الحبة بلون اخر. صافي غنخلي هاد جوج عوينات ديال الحبة ونخدم هنا. بالنسبة لهنا الوسط راه غيبقاو لينا هاد جوج عوينات اللي كاينين هنا، هما هادو غنهزهم، واحد ها جوج، وهاد الجوجات اللي فوق هادي واحد جوج، يعني المجموع غنخليو هنا الوسط ستة العوينات، نحسبوهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة. صافي وهنا غنخليو هنا هاد جوج عوينات ديال الحبة الأخرى، وهنا غتبقى لينا هاد العوينة اللي كاينة في الجنب، غادي نرجع مع هاد السطر باش نديرو العلو. نخدم في هاد الخيط هاد الضربة ونرجع، هذا هو العلو ديال هاد السطر هذا اللي ما خدمناش فيه. نخلي عاوتاني هاد جوج ضربات هنا ونشد في هاد العوينة. صافي ونجي لهنا للتوب، نرجع لهنا نهز هاد العوينة. صافي ونشد هنا، نرجع اخواتي مع هاد السطر نعوض العوينات اللي كانوا عندنا. بالنسبه لهنا نقصنا جوج عوينات غنعمرو بثلاثه، واحد جوج ثلاثه، نحسبوا هاد العوينات، اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، هنا الوسط كنعمرو ثلاثه، هاد تسعود عشره 11 ها 12. صافي هادو هما العوينات اللي كانوا عندنا، درنا حنا 12 عين هنايا في العرض، الا بغيتو ديروا كتر زيدوا اخواتي بنفس الطريقه. صافي هاد الخيط ولا قصير غندخلوه هنا في التوب ونركب خيط اخر. نجي لهنا اخواتي لاخر عوينه نثبت فيها الحرير، نزيرو هاد الخيط التحتاني شويه ونجي لهنا للتوب ونرجع مع هاد العوينات. بالنسبه لهاد السطر كنخدموه عادي، ضروري كنخليو هاد السطر ما بين هاد العوينه والعوينه الاخرى اللي غنديرو. نرجع في هاد العوينات، نشد هنا في التوب اخواتي ونرجع عاوتاني. نشد هنا في التوب. بالنسبه لهنا اخواتي باش نخلي هنايا هاد العوينه، عندي هنا 12 عين في العرض، غنخلي هنايا جوج نحيدوها من 12 تبقى لينا 10، دوك العشرة غنقسموهم، غنديروا خمسه هنا وخمسه هنا، غنهز هنا خمسه العوينات، واحد جوج
ثلاثة أربعة ها خمسة، ونرجع مع هاد السطر. هاد السطر هذا اللي غنمشيو فيه هو اللي غنديرو فيه هاد الحبة هنايا، ما غنخدمش فيه، غنرجع بحال اللي بلاصة الحبة كنقزوها كنخليوها، عاد من بعد نجيو نخدمو هاديك الحبة بالألوان. صافي نشد هنا في التوب، نرجع في هاد خمسة العوينات، نخلي هاد الجوجات للوسط، واحد جوج، ونشد هنا خمسة، واحد جوج ثلاثة ربعة ها خمسة، نشد هنا في التوب، نرجع مع هاد العوينات، ونهز هنا في هاد الخيط واحد الضربة، ونرجع باش ندير هنا تاني العلو بحال هنا. صافي نشد هنا في التوب، ونرجع نعوض هاد العوينات، هنا كنعمرو ثلاثة لحقاش نقصنا جوج عوينات، واحد جوج ها ثلاثة. صافي ونكملو السطر عادي، نشد هنا في التوب. بالنسبه لهنا اخواتي، قبل ما ندير هاد جوج عوينات، ها نتوما سطات نديرو فيه جوج وسطات نديرو فيه عوينه. دابا قبل ما ندير تاني هاد جوج عوينات غنخدم واحد السطر، يعني غنطلع ونرجع. غنبدل هاد الخيط اخواتي، ندخلو هنا في التوب ونركب خيط اخر. بالنسبه لهاد الخيط القديم غادي نقطعو، نجي لهنا لاخر عوينه، نثبت الحرير، نزير هاد العقده مزيان، ونجر الخيط التحتاني. صافي نكمل الخدمه عادي بنفس الطريقه اخواتي. دابا في هاد العوينات هادو ملي بغينا نفتحو جوج عوينات، خلينا هنا في الجنب غير وحده، غنخدم هاد الوحده، وباش ندير العلو غنرجع فيها، يعني هاد السطر ما نخدمش فيه، ونرجع نعاود نخدم هنا في هاد العوينه، نخلي هاد جوج عوينات، واحد جوج، نشد هنا، هنا جاونا سته، خلينا هنا جوج وهنا جوج وهنا جوج، يعني سته، واحد جوج ثلاثه أربعة خمسة ستة، نرجع فيهم باش ندير العلو، نهز هنا في هذا الخيط، كنضربو هنا غير ضربة واحدة باش كنعليو بحال هاد الجهة. صافي ونرجع في هاد العوينات، هنا عاوتاني غنخلي هاد جوج عوينات، ونشد هنا في هاد العوينة، نشد هنا في التوب، نرجع عاوتاني لهاد الخيط، نعلي بحال هاد الجهة، نهز في الخيط هاد الضربة، ونرجع للتوب. صافي هاد السطر كنرجعو فيه، كنعوضو هاد العوينات، هاد الخيط كنضربو فيه ثلاثة لحقاش نقصنا هنا جوج عوينات، صافي وهاد العوينات كنخدمو فيهم عادي. هنا غنضربو ثلاثة ضربات،
صافي ونهز هاد العوينه اللي عندنا هنا ونشد في الثوب. دابا هنا تنكون عوضنا العوينات اللي كانوا عندنا في الاول، حنا درنا هنا في العرض 12 عين. بالنسبه لهنا اخواتي قبل ما نفتحوا هاد العوينه كنمشيو واحد السطر وكنراجعوا فيه، ضروري ما بين كل عوينه وعوينه كنطلعوا وننزلوا. دابا ملي غنبغي نفتح هاد العوينه غندير هنا الوسط، كنخليو خمسه من هنا وخمسه من هنا وكنفتحوا العوينه الوسط. بهاد الطريقه اخواتي غنستمر حتى نخدم واحد شويه، ومن بعد غنرجع نوري لكم كيفاش نخدموا الفراكه بالالوان. صافي اخواتي انا خدمت هاد شويه بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، دابا غادي نخدموا الحبه بالالوان. انا غنستعمل هاد الالوان اللي درت في هاد الملاقيه هادي، راني خدمت معكم هاد الملاقيه في الفيديو اللي قبل من هذا، تجي زوينه. نبداو غنجي الاول عوينه غنخدم فيها بهاد اللون هذا، بالنسبه لهاد الحرير حتى هو راه مبروم على ثلاثه الشعرات. نجيو لهنا غادي نكبر لكم اخواتي باش يبان لكم مزيان وتبان لكم الخدمه واضحه. غنهزو هاد العوينه هادي اللي كنا خلينا يعني السطر اللي ما خدمناش فيه هو اللي غنديروا فيه هاد العقيدات. بالنسبه لهاد الطريقه راه سهله، يعني ما تنحيروش فين غنحطوا هذيك العقيده ولا شي حاجه، غير تنجيو للعوينات ونخدموا العقيدات. غنجي نهز هاد العوينه الاولى والعوينه الثانيه ونشد هنا في هاد العوينه اللي كاين هنا في هاد الجهه، صافي ونرجع في هاد جوج عوينات، ها وحده ها جوج، صافي نعاود نرجع فيهم ها وحده ها جوج. انا هنا درت هاد العقيدات ديال جوج عوينات، نتوما راه يمكن لكم ديروهم حتى بثلاثة او الاربعة، المهم ديروا القياس اللي بغيتو. والطريقه راه هي هذه، الطريقه راه سهله والشكل راه تيجي زوين. صافي نبقى نرجع في هاد جوج عوينات حتى نخدموا الشريط القياس اللي حنا بغينا. كاين اللي كتبغي هاد العقده طالعه وكاين اللي كتبغيها نازله. صافي دابا ملي كنخدموهم كنبقاو نراجعوا غير في هاد الجوجات. نبقاو نخدمو ونحسبو هاد العوينات اللي عندنا هنا في الحاشيه، هانتوما واحد جوج ثلاثة، هاد الجهة واحد جوج ثلاثة أربعة، خاصني نزيد نكمل حتى في هاد الجهة أربعة، نجيو لهاد العوينة. أنا راه حتى ركبت هاد العقيدة أخواتي ولقيت راسي مصورتهاش وعقبت حليت الخيط، غيبان لكم الخيط شنتف. غنجي لهنا لهاد العوينة هادي غندير الخيط الفوق ونشد هنا. صافي نتنيو هاد الشريط بحال هاكا وندير الخيط هاكا على يدي اليسر. غنهز هنا هاد العوينه الاولى وهاد العوينه اللي كاينه هنا في الراندا، غنهزو جوج عوينات في مره واحده وندير هاد الخيط بحال هاكا. صافي نجي لهاد العوينه اللي بقات هنا في هاد العقيده والعوينه اللي كاينه عاوتاني في الراندا، نهز ثاني جوج عوينات في مره، الخيط راه تنديرو على يدي اليسار باش يدير لنا هاد الدائره. نهز هاد العوينه وهاد العوينه اللي كاينه هنا في الراندا، صافي ونخدم بحال هكا. تيبقى لنا الخيط هنا وعندنا هاد العوينه هنايا بحال هاد العوينه الاولى اللي شدينا فيها من هنا، غندخل فيها بحال هكا الخيط. صافي ونخليه لتحت، الا كان الخيط طويل وباقي مزيان يعني يخدم لينا راه من هنا ندوزوه لعقيده اخرى، كان خسر نحيدوه ونديرو خيط صغير. هانتوما اخواتي تجي عقيده بحال هكا، تحاولوا غير تهزوها بحال هكا تجي لهذا الشكل. بالنسبه لهذا الشكل اخواتي اللي غديروه هنا بالالوان يمكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتوا، بغيتوا ديروا بحال هكا على شكل سهم ديروه، بغيتوا ديروا هكا جوزه ديروها، بغيتوا ديروا هكا شكل مائل. في الحقيقه انا غندير هنا هذا الشكل اللي مائل، ملي تنديروا بحال كلشي زواقه مايله تتبان لنا بحال الزواقه راها عريضه واخا ما تكونش عريضه بزاف. انا ركبت هذا اللون الاخر، نجي لهنا. هانتوما اخواتي غتجيو لهاد العوينه اللي كاينه هنا غتثبتوا فيها الحرير. انا درت هاد الخيط طويل شويه باش نخدم به شحال من وحده،
وتهزو هاد جوج عوينات. هما عندنا هنا جوج، هاد الاولى هاد الثانيه، ونجيو لهنا لهاد العوينه اللي كاينه في هاد الجهه، نشدو فيها صافي، ونرجعو في هاد جوج عوينات. وحده ها جوج صافي، دابا ما غنشدش هنا في الرانده، غنرجع غير في هاد جوج عوينات. وحده ها جوج، نعاود نرجع فيه مع عود ثاني صافي. دابا يمكن لكم تشدوا غير في هاد الرانده وتبقاو تخدموا القياس اللي بغيتو. هنا بقيت كنخدم حتى ولاو ربعة العوينات في الجنب، حتى هنا غنبقى نخدم حتى يوليو ربعة في هاد الشريط. تنحسبوا العوينات اللي كاينين في الجنب، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة صافي. الخيط غيبقى هنا، هانتوما عندنا هنا هاد العوينات كيبانو هنا، هادي راه غير اللي في القنت، وعندنا هنا جوج، وكتبقى عندنا هاد العوينه اللي في القنت. غنجيو للعوينه الاولى اللي كاين هنا في هاد القنيت، ندير الخيط الفوق ونجي لهنا بحال اللي بغي ندير ضربه ديال الرانده، ونخرج البرا من وسط هاد الدائره، تنهبطو هاد الشريط هنا كنتنيوه على جوج. هنا راني شديت بالخيط هنا، دابا نجي لهاد العوينه الاولى، غندير الخيط بعدا لتحت، غنهز هاد العوينه بحال اللي بغي نخدم ضربه ديال الرانده، ولكن عوض ما نخدم غير هنا غنهز حتى هاد العوينه اللي لتحت صافي، ونخدم هاد العوينه بحال هكا. ندوز للعوينه الثانيه، وعوض ما نخدم ثاني عوينه غنخدم في جوجات، غنهز جوجات في مره. الخيط راه درتو لتحت، وكنديروا هاد الدائره، كنخرجوا الخيط من هاد الدائره صافي. منين بغينا نتبد دابا هاد الخيط، غنجيبو غير هنا لهاد القنيت هذا، وندخل الابره بحال هاد القنيت اللي بدينا فيه، نجيو لهنا هاد القنيت ندخل الابره بحال هكا. بالنسبه لهاد الخيط غنخدم به هنا، غندوزو مباشره لهنا. كان الخيط قصير اولا تشنتف ليكم، نزلوه لتحت، عقدوه وقطعوه، هانتوما تجي على هاد الشكل. ندوز دابا لهنا، غنزيد معكم هاد الوحده، نجي لهنا لهاد العوينه، نثبت الخيط هنا، نهز هاد جوج عوينات اللي عندنا هنا، واحد ها جوج، ونجي نشد هنا في هاد العوينه اللي عندنا هنا في القنت، ونرجع في هاد جوج عوينات، وحده ها جوج. دابا ما كنشدش هنا في الرانده، غنبقى نرجع غير في هاد جوج عوينات. بالنسبه لهاد الطريقه اخواتي راه تجيكم دابا ساهله، غير طلعوا الرانده في الاول، من بعد هاد العقيدات راه ساهل باش تجيو تحطوهم. ماشي الا كانت الحصيره في الحقيقه راه تجي صعيبه، تتبقاي تقلبي فين غتحطي هذيك العقيده، وكتبقاي تقلبي كيفاش تهزي، وحتى الحساب باش تجيبيهم بحال هكا مقادين تيجي شويه صعيب. اما الا درتوا هاد الطريقه راه غير تجيو لهذوك العوينات كتحطوا، كديروا الترتيب ديال الالوان بالشكل اللي نتوما بغيتوا صافي، وتتخدموا عادي. غنبقى نخدم نفس القياس اللي خدمت في العقيدات اللي قبل، كنبقاو نخدمو كنحسبو هاد العوينات اللي في الجنب، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، أنا درت غير ربعة، يمكن ليكم ديرو كتر صافي. تتجيو لهنا لهاد العوينة هنا اللي في القنت، هانتوما اخواتي نتمنى يكون واضح ليكم هاد العوينه. انا راه درت الخيط الفوق بحال اللي بغا نشد هنايا ضربه ديال الرانده عاديه صافي، كنتنيو هاد الشريط بحال هكا.
نثبتوا هاد الضربه مزيان، نزيروها ما نخليوهاش مرخيه باش تبان لينا الخدمه مزيانه. ونجي لهنا غندير الخيط لتحت بحال اللي بغا نطلع بالرانطه، عوض ما نخدم غير في هاد العوينه غنهز حتى هاد العوينه اللي مقابله معاها، ونقادوا هاد الخدمه مزيان. نعاود نجي للعوينه الثانيه ونهزها هي والعوينه الثانيه اللي مقابله معاها في الرانده. صافي ملي تيبقى الخيط هنا تتبقى لينا هاد العوينه اللي هنا في القنت، غندخل فيها بحال هكا البره. الخيط راه باقي طويل، غنخليه حتى نخدم به وحده اخرى. هانتوما تيجيونا هاد العقيدات على هاد الشكل. نكمل اخواتي، المهم راه هذه هي الطريقه، راها ساهله وتيجي الشكل زوين. غنخدم واحد شويه غير باش يبانوا لكم الالوان كيفاش غندير لهم الشكل ونرجع لكم. انا كملت اخواتي هاد الزواق هذا بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم. انا درت هاد الزواق هكا جميل. نتمنى ان هاد الرانده تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش اخواتي اللي عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم رانده مع ام نعمه، وشاركوا الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالرانده وباغيه تتعلموا رانده. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.